انا مش جامد في رمضان، انا مش بعرف او ما اتعودتش او مش يعني ما بحسش ان انا بقدر اعمل العبادات اللي الناس السوبر هيروز بيتكلموا عليها، اللي هو ايه اقرا 5 اجزاء في اليوم، ولا اقرا حتى جزئين في اليوم، ولا اقرا حتى جزء في اليوم، ولا اقف اصلي قيام كل يوم في المسجد واصلي التهجد وما اعرفش ايه. الحوارات دي مرهقة وصعبة عليا ومش جامد فيها للأسف خالص. فأنا عايز أتكلم معاكم من المنطلق ده، من منطلق الشخص اللي نفسه يعمل وغيران من الناس اللي بتعمل و ما اتبعش نظام قبل كده وما بيعرفش أصلا يتبع نظام، مش عارف بالظبط يعمل ايه، وحتى لو حد قاله 6 طرق اللي مش عارف ايه هو برضو مش هيعرف. فأحب أحس إن ايه ان احنا الاتنين شبه بعض في عدم الجمدان في رمضان، لو اقدر اقول كده. بالمناسبة انا بكره اجواء رمضان بتاعت الفوانيس والانوار والاغاني بتاعت رمضان دي بتموتني، اللي هو ايه رمضان جانا وبتاع يا انا اول ما عرفت ان النهارده رمضان وهيبقى في سحور بقى ومش عارف ايه واحنا بقالنا كتير جدا ما بنصومش، يعني برضو دي من ضمن المشاكل الكبيره اللي بتحصل. المفروض الانسان المسلم الكويس يعني يكون بيصوم، يعني على قد ما يقدر يعني يحاول يصوم، بحيث انه لما يجي يخش في رمضان ما يبقاش اللي هو ايه هيصوم 30 يوم فجاه جدا فجاه جدا، مش كده؟ ايوه يا ابني، احساس مخيف، تحس ان انت يعني خلاص اللي هو لو ما اتسحرتش كويس ممكن تفطر اصلا في نص اليوم يعني. والسحور سنه جدا، يعني السحور سنه جدا، اساس ان في سنه وسنه مش قوي. السحور سنه يعني المفروض ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سنه وسنه مش قوي، صح؟ مش عارف. لا ايوه في درجات للسنه ماشي، بس على الاقل ما اسمهاش سنه جدا يعني. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتسحر حتى لو بتمرة، حتى لو بلبن، حتى لو اي حاجة، بس ان الحوار يحصل ان انت تاكل حاجة يعني عموما يعني. بقول لك ايه، هو انت هتجيبني في الخلفية قاعد باكل كده كده. اول يوم في رمضان رسميا بدأ، والفجر جدا وخلاص كده بدأ التحدي. الواحد بس متعود على المرقعة بتاعت اللي هو ايه يصحى يفطر وما اعرفش ايه وقهوة ومش عارف ايه والكلام اللي هو الايه الامريكاني ده يعني، بس قشطة يعني هندوس عادي زي ما بندوس كل سنة. ورمضان بيخلص بسرعة جدا وبنقول ان هو وحشنا وياريته ما خلص بسرعة والكلام ده. المهم انا دلوقتي رايح اصلي الفجر ان شاء الله في المسجد، ودي حاجة انا هحاول جدا ان انا اعملها، ان انا اواظب على صلاة الفجر في المسجد طول رمضان بإذن الله. خصوصا ان الحوار سهل ان شاء الله، يعني ان هو اصلا انت بتبقى صاحي اساسا، فعادي انزل هتلاقي ناس كتير في المسجد، هتتعرف على ناس جديده بتاع، والموضوع بسيط يعني، مش اللي هو ايه هتصحى من النوم عشان تنزل يعني. طيب انا في رمضان يعني عادة بستغله جدا في الشغل، يعني كل الناس بتقول لك ان ايه يعني رمضان وقت كسل ومفيش حاجه بتتعمل فيه وما اعرفش ايه وبصحى مش قادر وبصحى مش عارف اشتغل وكده، بس انا يعني بلاقي ان هي دي الحاجه اللي بتخليك تشتغل اصلا، ان انت بتبقى عارف ان انت في رمضان طاقتك كلها 3 4 ساعات، ساعتين 3 هو شباك صغير كده بتبذل فيه كل مجهودك، وده بيخليك لما بتحط لنفسك ديدلاين اللي هو ايه انا قبل المغرب بساعه خلاص بسلم، انا بصحى مثلا الساعه 11 بشتغل لحد الساعه 2 3 وانام او اقرا قران او ايا كان، انت بتبقى عارف ان خلاص هي دي الفرصه الوحيده قدامك في اليوم ان انت تشتغل. فالتركيز ده بيخليك تطلع شغل جامد جدا. انا فاكر ان دايما يعني كل رمضان بيبقى فيه قصة كده بنتج فيها في رمضان وبعمل حاجة بتفرق يعني معايا بقية السنة يعني. يعني مثلا في سنة من السنين
كان المصنع اللي احنا بنصنع معاه التيشيرتس بتاعتنا في ستوبرك كانت حرق. ففي رمضان ده انا اتعلمت ازاي اصور ومنتج، علشان كنا لازم نعمل فيديو عشان عملنا كراود فاندنج كامبين. ورمضان كنت مجتهد فيه جدا ان انا ازاي اطلع المنتج ده. الحمد لله عملت فيديو انا شايف ان هو من اجمل الفيديوهات اللي انا عملتها في حياتي. عشان لما تبدا مفيش حاجه توقفك. دي كده حته منه ممكن تخش ايه تشوفه في الديسكريبشن كله. يعني انا بشوف ان الحوار عامل زي ايه، ان معظم الناس اصلا مش مستنيين منك شغل كتير في رمضان، ومعظم الناس اصلا ما بتبقاش شغاله وجايبه اخرها ومجتهده. فلو انت عرفت تجتهد في رمضان فهيبقى كانك في سباق والمنافس ليك مريح شهر. طيب بالنسبه بقى للناس اللي بتروح الجيم تعمل ايه في رمضان؟ انا جبت لكم حد يتكلم احسن مني في الموضوع ده. ازيك كوتش؟ اهلا وسهلا كابتن حازم. عامل ايه؟ عايزك تقول لي انت خبرتك في حته الجيم بتعمل ايه في رمضان. والله يعني تقريبا الامور بالنسبه لي ما بتتغيرش. الواحد احيانا في رمضان بياخد من الالهام الروحي، الايمانيات بصفه عامه بتدي لك دافع تعمل حاجات كتير في حياتك. يعني انا اقول حاجه سريعه جدا سر ما حدش يعرفه، انا مره كنت متمرن لعبه مصارعه كده اسمها جيتسو مع لعيب اقل مني 20 كيلو في الميزان، يعني انا 95 كيلو وهو 75 كيلو مثلا. الولد انا حاسس ان انا اتحطيت جوه مفرمه اللحم المفروم وعمال يعصرني وانا متالم يعني، بس انا مش راضي ابدي الالم، بس انا حاسس انه ناشف قوي معايا. بس انا اللي لاحظته من ساعه ما جالي التمرين لسانه بيتحرك كتير ما بيسكتش. الواد ده بيعمل ايه؟ ما بيبطلش ذكر الله. مش بتذكر الايه، بس الايه دي فيها ايه؟ ويزيدكم قوه الى قوتكم. ممكن تبقى مش غايبه عن ذهني يعني، ويزيدكم قوه الى قوتكم يعني. ففعلا العبادات كثيرا، وده دليل عن الاستغفار، يزيد القوه يعني بلا شك يعني. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. حلو جدا الكلام ده. يعني انا استوعبت حاجه قويه جدا دلوقتي، ان اصلا العباده اللي انت بتاع يعني بتتعبد لربنا بيها في رمضان دي، انت كمان ممكن تستخدمها في انها تعينك على الحاجه اللي انت متخيل انك مش هتقدر تعملها جنب العباده. وهنا بقى اجي عند نقطه مهمه جدا، وهي ان دايما احنا بنحمل على نفسنا جدا، وبنتخيل ان احنا محتاجين نعمل كل حاجه في وقت واحد، وان احنا محتاجين نحقق كل العبادات وكل الايه الطقوس وكل الكلام دوت مره واحده خبطه واحده، بينما الموضوع ما هواش كده خالص. كان احمد عامر كنت بتكلم معاه في مره فبيقول لي انا من ساعه ما ربنا هداني بفضل الله مر عليا كام يمكن 10 رمضانات. بيقول لي لو انا كنت كل رمضان من دول قررت ان انا هطلع بيه بعاده واحده جديده، سواء مثلا ان انا بصلي الفجر في المسجد قيام ركعتين قبل ما انام، اتعودت على ان انا اقول الاذكار بعد الفجر على طول، اول ما اصلي الفجر اروح قايل الاذكار بتاعت الصباح، وبعد العصر اقول اذكار المساء، اتعودت ان انا ادعي ربنا ان الدعاء ده يبقى حاجه ما تفارقنيش خالص، ان انا استوعب دايما العلاقه اللي بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى. لو انا خرجت من رمضان بحاجه واحده بس جديده انا ما كنتش بعملها قبليه، انا شايف ان انا كده كسبت جدا، لان هعود نفسي على الكونسبت ده، كونسبت ان انا مرهقش نفسي وما استرسش نفسي ان انا محتاج اعمل 5 حاجات جديده وما اطلعش باي حاجه. خلاص انا هعمل حاجه واحده اتعود عليها اخدها معايا، رمضان اللي بعديها هعمل حاجه تانية. فانت بعد 12 رمضان احمد عامر مثلا كان هيبقى اكتسب 12 حاجه جديده. انت متخيل 12 حاجه جديده دي معناها ايه؟ ان انت بقيت انسان مختلف تماما، ان انت بقيت بتصلي فجر في المسجد، بقيت بتصلي اصلا في المسجد كله، ورمضان اللي بعديه بقيت بتدعي، ورمضان اللي بعديه بقيت بتقول الاذكار. مين اللي بيعمل كل الحاجات دي اصلا؟ يعني مين اللي بعد 5 سنين من النهارده هيبقى الانسان؟ هل انت ضامن ده لنفسك ان انت بتعمل كل الحاجات دي؟ على اليوتيوب. ازيك يا باشا؟ بحب انا الناس اللي ما عندهاش مشكله مع حاجه دي. لو انت بتصور انا ببقى مستني انت بتصور دي عشان ايه؟ روح طالب البوليس مثلا.
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممتنين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير من حيث خرجت فولي وجهك حلو على فكرة بجد بس هو ما عرفش بيه مش عارف ليه بي. انا بتضايق قوي وبارهق جدا من الايه من الدوامه بتاعه اللي هو ايه افطر دلوقتي وبعد كده كل حلويات بعد شويه وبعد كده هتتسحر بعديها فاللي هو ايه بيبقى في شباك مثلا 6 7 ساعات كده بتقعد تحشي فيهم وتقعد بقى تعاني تاني يوم من ايه او حتى في الصلاه او ايا كان وما تعرفش تعيش حياتك طبيعي يعني ف عشان الواحد يبقى صحي وكده يعني ويبقى بني ادم طبيعي المفروض ان هو ما يدبهاش ما ي... يعني ما يخضش جسمه بالاكل اللي هو ما قعد طول اليوم ما ياكلوش الجسم بيتعب جدا اكيد يعني وطبعا هي دي السنه ان انت ايه تكسر صيامك وبعد كده تكسر صيامك باي حاجه عصير تمره ايا كان وبعد كده تصلي المغرب وبعد كده تاكل وبعدين لازم نراعي ان بيبقى في حلويات في رمضان فلو انت ناوي تاكل حلويات انا مش تقيل قوي في الحلويات يعني بس لو انت ناوي تاكل حلويات راعي ده في الفطار نفسه يعني مش لازم يعني سيب شويه سيب حته كده صغيره يعني طبعا ما ننساش بقى ان انت لما بتيجي تفطر حديث بيقول ايه للصائم عند فطره دعوه لا ترد فاستغل ده جدا ادعي وانت عندك يقين تام ان الدعاء هيستجاب لي او ان ربنا سبحانه وتعالى هيشيلهولك او هيشيل عنك حاجة بيه وادعي لغيرك وخلي غيرك يدعي لك فطور خفيف انا وقت الصلاة ننزل صلاة الترويح جلبية مود انا يعني عاده بحاول على قد ما اقدر اصلي التراويح في المسجد وكده بس مش دايما بعرف ومش كل يوم بصلي التراويح كلها فالعهد اللي انا واخده على نفسي السنه دي ان شاء الله ان انا اصلي كل التراويح كل يوم على قد ما اقدر في المسجد لو ما عرفتش في المسجد اصلي في البيت وهسمح لنفسي ان انا يومين افوتهم مش هفوتهم خالص بس اللي هو ايه ممكن اصلي فيهم ركعتين مثلا ولا حاجه وده الاسلوب اللي انا بتكلم عليه ان انت تعامل نفسك بالطريقه اللي انت عارف ان انت هتعرف تادي بيها عشان ما نقعدش نحمل على نفسنا ونقول ايه انا هصلي كل الصلوات في المسجد وهصلي التراويح في المسجد وهصلي الفجر في المسجد وهصلي التهجد بعد التراويح وانت عمرك اصلا ما عملت ده قبل كده في حياتك فدي افوره على عليك وده عمره ما هيحصل وهترهق نفسك وهتسترس نفسك لحد لما توصل لمرحله سترين ان انت تتكسر وان انت عمرك خلاص مش هتعرف خالص تاني فنتفق مع بعض كده ان احنا ان شاء الله رمضان ده كل واحد فينا يختار حاجه يركز عليها ويوعد نفسه ان هو ان شاء الله يخرج من رمضان دوت بالعاده الجديده ديت وبمناسبه العادات فانا شخصيا والدتي كانت معودانا ان احنا في رمضان من زمان يعني ما نفتحش اي تلفزيون خالص يعني ولا تلفزيون ولا مسلسلات ولا افلام ولا اي حوار يعني فرغم ان انا يعني بتفرج على افلام كتير وبتابع الحاجات دي علشان انا يعني بذاكر فيها وبحبها جدا بس في رمضان اول ما رمضان بيجي خلاص مفيش اطلاقا ولا تلفزيون ولا حوارات زي دي حتى اليوتيوب الفيديوهات اللي على اليوتيوب بحاول على قد ما اقدر اقللها وبعدين انا بصور الفيديو ده على كذا يوم فالنهارده تالت يوم رمضان وده خلاني استوعب قد ايه رمضان بيجري يعني رمضان عباره عن لوب كده الايام بتلوب في بعض ان انت ايه بتصحى تبقى صايم تفطر
تصلي، تتسحر، تصحى، مش عارف ايه، يعني كل الحوار بيبقى الايام بتبقى داخله في بعض جدا، وعشان مفيش احداث كتير قوي في رمضان فبتحس ان الايام بتطير سرعان ما بيبقى يجي اخر يوم فيه، وبتحس ان انت يا ريته ما جريش بسرعه كده. بس فاستخدموا رمضان، يعني استخدموا رمضان علشان تجمعوا بيه ثواب على قد ما تقدر، لان الحاجه المهمه جدا ان الشياطين مسلسله، فانت هتلاقي نفسك اصلا الدنيا اسهل في التعامل معاها. لما تيجي تفكر في حاجه كويسه تعملها هتلاقي المقاومه اقل في ان انت تقوم تعملها، لما تيجي تفكر في حاجه وحشه اول ما يعني ايه ما تستغفر وتستعيذ وكده هتلاقي ان الدنيا ايه اسهل برضو شويه. استخدم ده، استغل ده، جمع بوينتس على قد ما تقدر، صل رحمك، كلم الناس اللي انت ما بتكلمهمش، روح زيارات، روح افطر مع الناس، خلي ناس تجيلك، خلي رمضان كده ايه بوست، خليه بوست ليك علشان تجمع نقط كتير فيه، ومحدش فينا ضامن هيجي علي رمضان تاني ولا لا. بس فهو ده رمضاني، حبيت اشاركه معاكم علشان ابين لكم انا مش في مكان عالي، واللي هو انا بقى الايه بتاع الايمان بقى، وكلنا عندنا التحديات بتاعتنا، وكلنا بني ادمين جدا يعني. فهو ده كان رمضاني، احب اعرف رمضانكم ماشي ازاي، واحب اعرف الحاجات المتشابهه بينا، وبس كده. اشوفكم ان شاء الله وقت ما اشوفكم. امبارح راحت عليا نومه وما اتسحرتش، وانا عطشان جدا وجعان جدا جدا. السلام عليكم.